أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اعتراض صواريخ أطلقت من جنوب لبنان واعتبرت غير مسبوقة، وذلك منذ حرب 2006. من جانبه تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي باتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن بلاده، فيما أعلن لبنان فتح تحقيق بالتعاون مع اليونيفيل لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ. الجيش اللبناني أعلن العثور على منصتين أطلقت منهما الصواريخ، فيما لم يتضح بعد من يقف وراء هذا الهجوم. قناة 12 الإسرائيلية قالت إن التقييم الأمني يشير إلى وقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ، فيما نفى مصدر مقرب من حزب الله أي علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ، مؤكدا الرواية الإسرائيلية بأن فصائل فلسطينية وراء الإطلاق. يا جماعة عم يطلع الصواريخ من عنا، شايفين؟ شايفين من وين؟ ليكم من وين عم يطلع الصواريخ؟ انت اجت عليا توجع. عصام الخوية بيتزوت إيدي بوم هيتا أوتو 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 هيتا أ